اهلا بيكم في حلقه التنك 12 جنيه، و اتمنى ان انتوا تكونوا ترم سعيد ان شاء الله يعني، وانه استمتعوا بالمادة. المحاضره النهارده بتتكلم مني عن حاجه اسمها التو ستروك. بس قبل ما ابدا احب ان انا اتعرف عليكم. انا اسمي احمد طاهر، لو عايز تتواصل معايا ده الايميل بتاعي، بفضل انك تتواصل معايا بالايميل. في مندوب كان كلمني بيني وبينه اللي هو التليفون او الواتساب، لو حبيت تتواصل معايا برضه او حبيت الواتساب. هي ماده لذيذه، بس لو انت اتعودت ان انا بس تلقي مني هتستفاد بنسبه ما بين 5 ل 10%. ده طبيعي جدا. لكن لو غيرت من الطريق ودخلنا في نقاش وجدل وتسالني اسئله انا ما اعرفهاش، هتوصل المستوى بتاع المعرفه عندك ل 50% للاسف. الكلام ده جاي من عندي؟ لا، ده ابحاث الناس اللي هي للاسف احنا مجتمعنا يعني بيقول لك ايه، انا عايز اكون طبيب، مهندس، صيدلي، اللي هي ينفع تقول عليها الوظائف اللي هي مهنيه فيها ايد، فيها شغل بايد. انما اللي هي ممكن تقول عليها سوشيال ستاديز او دراسات اجتماعيه بنعتبرها انها لو. خلينا نتكلم بصراحه، ده مجتمعنا ثقافتنا شايفه كده، لان احنا مش عارفين نوظفهم صح. لكن هم بره لا لا، الدنيا مختلفه، زي ده زي ده. فالدراسات الاجتماعيه ديت من ضمنها في ابحاث بتتم على الانسان، ايه الطريقه اللي يستوعب بيها، ايه الطريقه اللي هو ممكن يتعلم بيها، ايه افضل طريقه، و و و من ضمنها ايه اللي يخليني من اول محاضره اقول ايوه ده هيكمل، ده هيكمل، لا اللي هناك ده مش هيكمل. ازاي؟ في كويشنيرز متصممه علميا انها تقدر تعرف مين اللي هيفضل مثابر، يسموها في اللغه الانجليزيه عنده عزيمه او عنده جريد، او ان هو واحد شخصيه كل يوم كل يوم كل يوم ملوش دعوه بالاحداث، لكن هو مستمر، ممكن يكون قليل ولكنه مستمر. مش شرط ان الاي كيو يكون عالي، لكن المهم ان هو عنده تحدي واصرار. عملوا ابحاث على المدارس عندهم ولقوا انه احنا بندور عايزين نحط الطالب الفلاني في المكان المناسب ليه. فخد بالك، انا هصرف على اجيال ويا عالم في الاخر تطلع ايه؟ طب ما ليه؟ ما هل انا عندي طريقه ما من الاول اقول ده ينفع طبيب، ده ينفع محامي، ده ينفع مهندس، عشان ما اصرفش فلوس وفي الاخر تطلع على الفاضي ويقعد يلف ويدور عشان يعرف هو بتاع ايه. فلاقوا الحقيقه ان هو القصه دي، ورجعت في الاخر لحاجه لغايه دلوقتي هم مش عارفين يفسروها، هي بتتزرع جوه الواحد ازاي، حاجه اسمها الجريب، ان هو واحد عنده اصرار. فبداوا يقارنوا ما بين أسر مختلفة، أسر غنية، أسر فقيرة، أسر متوسطة، طلع ملوش علاقة. هل هي الابن الأكبر، الابن الأوسط، الابن الصغير، ملوش علاقة. تختلف من واحد لواحد. لكن قدروا يربطوها بإنه في عقليات عندها حاجة اسمها جروينج مايند سيت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد هو عارف إن أنا طول ما أنا عايش عندي 80 سنة، 70 سنة، 10 سنين، 50 سنة، وتبر أنا فين؟ وتبر ظروفي إيه؟ أنا بتعلم، بشوف التجربة دي وتبر النتيجة بتاعتها عاملة إزاي، مش باخدها إن إيه ده أنا وحش، ده أنا ما أقدرش، ده أنا مش عارف، ده أنا ضايع، ده أنا مخي، أنا ما بقدرش أحفظ، أنا ما بق... لا لا لا، بياخدهاش بالطريقة دي، بياخدها بمنطق تاني، تجربة دخلت فيها واتعلمت منها كذا، يعني فتح مشروع وخسر مش زعلان وبيجي له اكتئاب وهارد اتاك ويموت، لا لا لا،
وبقول اه انا اتعلمت من الحكايه دي، المره الجايه لو فتحت المشروع مش هبقى اشتري المنتج ده وهبيعه بالطريقه الفلانيه. فهو واحد طول الوقت مقتنع انه في تجارب واذهابي، هو بيبقى سعيد لما يحدث لي اخطاء، يعني بيتعلم من الاخطاء مش بيزعل من الاخطاء. احنا مشكلتنا في الثقافه بتاعتنا للاسف زعلانين قوي ان ايه ده انا غلطت، انا نقصت درجه، مش قصه نقصت درجه او خمس درجات او 10 درجات او انا فاشل او حد في البيت يقول لك انت فاشل او انت مش فاهم او انت ما بتفهمش، لا لا الكلام ده مش حقيقي. الحقيقه ان كل واحد فينا هو في حد ذاته شخص فريد، انت كل واحد فينا متميز، ولكن استحاله يحصل تطابق في التميز بينك وبين اللي جنبك، ده استحاله، زي صوابع الايد في البصر، استحاله. كل واحد فينا متميز، بس هي المشكله فين؟ انك تعرف، انك تدرك هو انت متميز في ايه؟ بس لو قدرت تمسك دي الموضوع انتهى. فانا اسف انا طولت عليك في الانترودكشن ده، عشان كده بقول لك الناس بقى اللي كانت شغاله في المجال ده اللي عملت ابحاث بالمنظر ده بتقول لو انا درست بطريقه انه اللي بتعلمه بروح اطبقه، في الحاله دي هيوصل الاستفاده بتاعته للاسف برضك 90%. اذا ما نوصل ل 100% ازاي؟ لو انا قريت وحضرت وناقشت وجددت وبعدين جربت بايدي وبدات انقل اللي اتعلمته للاخرين، هنا توصل ل 100%. يعني لو دكتور شفته قدامك بيشرح، ما هو الحقيقه ان هو مر بان هو قرا وناقش وحل امتحانات وجرب وطلب ادعشته، في حاجات ما كانش فاهمها لما طالب فلاني الفلاني كلمه في محاضره فلانيه اتعلم منه، اه انا بتعلم، اه انا بتعلم لغايه دلوقتي بتعلم، وهموت وانا ناقصني اعلان طبعا، ده شيء طبيعي، انا بشر. وفي الاخر راح عمل تجارب، وبعدين التجارب دي بيروح يقولها للطالب، فاكيد نسبه التعلم بالنسبه له 100%. فلو انت عايز توصل لنسبه التعلم 100% هي دي الطريقه للاسف. مش هتفهم من منطق تاني، من منطق تاني. في منطق في الثقافه بتاعتنا اسمها الذكاء، وتبر الدين اللي بتتكلم عليه، لكن هو في الدين ده بيسموه الذكاء. والذكاء كلغه لغه عربيه فصحى معناها الزياده. والذكاء لو بصيت على اي دين هتلاقي ان هو قيمه الذكاء او نسبه الذكاء متغيره، يعني مش رقم ثابت. يعني لو احنا بنتكلم على ذهب، فانت عارف ان زكاه الذهب تقريبا كام؟ في ناس زكاه بتاعتهم العشر، في زكاه كذا، طب والتايم ليه زكاه؟ روح دور ان شاء الله، روح دور انت ايه معنى التايم بتاع الزكاه. لكن العلم ليه زكاه، وزكاه العلم كام في الميه؟ الحقيقه ان زكاتها 100%. يعني عشان تقدر تحافظ على العلم اللي عندك لازم تنقله بنسبة 100%. هتخبي وهتقول ده رزقي ومش هقول للناس، تتخرج تشتغل في محركات، تشتغل في اتش فاك، تشتغل في واتيفر، فتقول لا المعلومة دي مش هقولها، هكنسها براحتك. بس بالتجارب اللي شفتها قدامي فعلا الشخص اللي بيعلم الآخرين وبيساعد الآخرين هو نفسه بيزداد مع الوقت. فطبعا دي ترجع لك انت، انا ما بكبرش حتى على انا مجرد تفتيح كده. عشان كده انا بس بدات المقدمه دي ليه؟ انا كنت كل اللي انا عايزه انه يبقى فيه اسئله، يعني انا احسن محاضره وافضل محاضره عمري درستها كان من 3 سنين في دفعتكم، دفعه ثالثه ميكانيكا، المحاضره كنت جاي اتكلم في موضوع هم قلبوها موضوع تاني خالص. وليه الكيرف ده؟ وليه الموضوع ده؟ في حاجات انا اول مره كنت اكتشفها من كتر الاسئله اللي كانت موجوده. كانت اكتر وقت استمتعت بيه في المحاضره ان انا كنت انا بتسال، انا اللي في امتحان شغله، انا اللي بتهاجم، انا اللي بحاول اديفنس، بدافع عن اللي انا فاهمه، وقد اكون فاهم حاجه غلط وصلحها، المشكله يعني مش مهم تفهم. بالنسبه للترم دوت احنا عندنا التعليم اللي هو الهجين، فلظروف ما انا موجود معاك المحاضره ديت بس اون كامبس، لكن بالنسبه لي بعد كده المحاضرات كلها هتبقى اونلاين ان شاء الله. فهل تحبوا نبدا ولا تحبوا ان انا ادلو الكلام ولا في حد عنده اسئله؟ انا عندي اسئله. في موضوع كده حلو يعني اللي هو انه
مكان ما. لا اكيد لا علمونا يعني. يقول لك انه يعني بيسموها ايه؟ الاحترام المتبادل. ومن ضمن الاحترام المتبادل انه اصغي للاخرين. في فرق بين كلمة اسمع الاخرين ومن كلمة اصغي او انصت. يعني تسمع بعمق. ما هو ممكن يكون السؤال اللي بيقول او الكلام اللي بيقوله دوت حاجة ذات اهمية كبيرة. فزميلك لما يسأل بليز يعني او انا بتكلم بليز برضك. نحاول نسمع بعض. بليز لو سمحت. فالباشمهندس هنا بيسأل. خد بالك انا ما بشغلش ميكروفون. سامعني كويس؟ اخر واحد سامعني؟ بس انا عايزك لما تروح مصنع كده تخش ايوه يا باشمهندس ايوه يا استاذ ايوه فلان من بعيد صوتك وصل للاخر. وصل لنفسك. فعلي صوتك اسال السؤال بتاعك. مفيش حاجه اسمها سؤال غبي. انسى من دماغك القاموس ده حتى لو الناس قالت لك ايه السؤال الغبي الغبي ده وده. مفيش يا باشمهندس حاجه اسمها سؤال غبي. مفيش حاجه اسمها سؤال تافه. اي سؤال في حد ذاته ليه اهميه. قد يختلف من واحد لواحد لكن بالنسبه لي انا وانا بساله هو مهم بالنسبه لي من حق اساله. فلو سمحت ما تخجلش. احنا هنا جايين ايه؟ يعني جايين بيرفكت جايين عارفين كل حاجه عن المحركات؟ جايين عارفين كل حاجه عن كل حاجه؟ ما لو انت عارف كل حاجه عن كل حاجه جاي ليه اصلا؟ ما خلاص الموضوع خلص. انما الحقيقه انا وانت جايين ها نتبادل المعلومات. يعني باخد منك معلومات وانت بتديني معلومات. والدليل على الكلام ده حسبت لك تجربه دلوقتي. الباشمهندس اللي هناك ده يعرف حاجات نسبه كبيره جدا. انا عشان ممكن يكون هو اشتغل على الكمبيوتر في سوفت ويرز او معلومات ما او 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 ابسط معلومه. هو ساكن فين؟ انا ما اعرفش. هو ما اعرفش عادي ما اعرفش ايه المشكله. كلكم ساكنين فين؟ ما اعرفش. طب ارقام تليفونكم ايه؟ ما اعرفش. إيه انت كنت ثانويه عامه ولا كنت بالسعوديه ولا اي جي؟ ما اعرفش. ايه ده كل المعلومات اللي اعرفها عادي جدا ما اعرفش. والله ركز فيها. ما انا جاي اعمل ايه؟ جاي اتعلم. جاي اتعلم. فمفيش خجل انك تسال اي سؤال وان انت تغلط عشان تتعلم. فلو انت مكسوف من الغلط عايز اقول لك انك استحاله تتعلم. طول ما انت مكسوف انك تغلط مكسوف تجرب مكسوف تفشل. مفيش حاجه اسمها فشل. ما احنا قلنا من الاول لقوهم ان هم ما بيشوفهاش انها فشل. بيقول انا دخلت التجربه الفلانيه واتعلمت منها ايه؟ دخلت التجربه الفلانيه وكمان اتعلمت منها ايه؟ فبيحدث مع الوقت تراكم المعرفه. من غير اخطاء مفيش تعلم. فعايزك تسال كده بصوت عالي. هو انا اسال سؤالين بخصوص المحاضره. بالنسبه للتعليم الاونلاين يعني حضرتك شايف ان هو هيبقى زي مثلا ما نبقى فيس تو فيس مع بعض بالنسبه لتبادل المعلومات او الاسئله او هكذا ولا في نوعين من اللي هو بيسموه الاونلاين. اما ان انا ابعت لك فيديو تبص انت عليه وفي تفاعل يعني عن طريق مايكروسوفت تيمز او زوم هيبقى في محاضره وانت تحضرها وانا وانت شغالين في وقت واحد. يعني حضرتك هتبقى مسجل مثلا محاضرات. في تو اوبشن. اما ان انا ابعت لك فيديو وتتفرج انت عليه وخلاص. دي طريقه اللي هي تسلفات. انما السنه دي الطريقه الجديده اللي هي التيمز. تيمز يعني انا هفتح قناه على مايكروسوفت تيمز وفي ميعاد محدد هنتفق كلنا نتفق عليه وبعدين تخش انت على التيمز وانا هكون على التيمز وابدا ادي المحاضره زي ما انا شايف. فلو انت في النص قلت لي زي المحاضره هو في طريقه ثالثه عملتها الترم اللي فات ان انا كنت ببعت الفيديو وبفتح بقى وقت معين الساعه يوم الخميس الساعه 5 مثلا اللي عنده سؤال اللي حاجه مش واضحه يقول لي ربك ترجع لي باي طريقه ما تحبوها انا ان شاء الله معاكم في اللي انتوا تحبوه. يعني مش هيبقى في نفس الميعاد بقى لو اونلاين مش هيبقى زي دلوقتي حسب الظروف يعني احنا هنتفق مع بعض. يعني لازم في الميعاد اللي في الجدول ولا لازم لا مش لازم اونلاين انت بتفتح لك بقى اي وقت. لان استحاله تكون انت مثلا عندك اونلاين وقبلها كان في سيكشن في الكليه وبعدها في محاضره في الكليه وانا هيبقى صعب. دكتور دكتور ما احنا عايزين نتفق. هل احنا متفقين مبدئيا ان احنا هنتبادل الاحترام؟ هنتبادل التقدير؟ يعني نقدر بعض. يعني ايه نقدر بعض؟ زي ما هو ليه حق ان هو يسال هو كمان حق واجبه عليا ان انا اسمعه. فنسمع بعض لان غالبا الاسئله تتكرر. فاهم يا باشمهندس؟
حاجه ايوه كده يعني حضرتك هتبقى يا ريت عايزك شويه هو هناك اسلام محاضره لا حضرتك لو هتكمل عشان تمام حضرتك هتكمل اونلاين بعد كده طب دكتور عادل هو اللي هيكمل في الكليه في نفس الميعاد دكتور عادل هيكمل لغايه الميد ترم حسب ما انا فاهم حسب الظروف يعني ربنا يسهل وانا بعد الميد ترم لغايه دلوقتي ده اسمها بلان تمام. هل البلان بتحصل ده بتاعت علم الغيب الله تمام اي اسئله يا شباب قبل ما اي اسئله فيش اسئله طيب المحاضره بتاعت النهارده بتتكلم عن حاجه اسمها الفيست فور فانا عايزك قبل ما نبدا نتفق على حاجه اسمها الميثاق العقد العقد اللي بيني وبينك اول حاجه شرط في العقد ان انت قاعد مبسوط حد قاعد زعلان حد قاعد زعلان لا طيب الحاجة التانية ان احنا هنركز يعني عايزك تنسى بقى كل الجو اللي حواليك الدنيا كلها ركز هنا انت خدت كده معادلة فاكرها المعادلة دي؟ معادلة ايه؟ توقع معادلة ايه؟ هات حاجة اسمها ديتا سيرجي خدناها دي ولا؟ خدناها السيرجي كام؟ ايوه دلتا اس مش عارف ايوه دلتا اس دلتا اس دلتا يمين او دلتا كام ماينس ايوه ده اسمه ايه؟ معادل اهو ثيرم ده نجم اسمه خلاص يعني ماده وخلاص لكن انا ممكن ابص ليها من وجهه نظر ثانيه ما هي دي؟ الألم الثاني المحصلة فلو أنا عندي سيستم ما جواه انترنال انرجي كتير أو جواه انخفاض كبير مفيش ما يمنع ده بس في المقابل عندي انتروبي عالي فقد تصل المحصلة إلى لزيرو طب وايه رايك في النظام الادياباتيك؟ ايه رايك في نظام الايزوتروبيك؟ يعني ايه ايزوتروبيك؟ يعني ايه ادياباتيك؟ يعني الترم ده بكام؟ ما هو عشان يبقى ايزوتروبيك على الاقل يكون ها؟ ادياباتيك ادياباتيك يعني معزول عشان اركز واحصل في المذاكره بتاعتي كويس لازم تكون عندي internal energy عالية صحيح الجسد شبعان نايم صح بس لازم اقفل الفيسبوك لازم اقفل الواتساب لازم اقفل على نفس الاوضة لازم اعمل isolated system لو ما عملتوش هاكل منه واللي هيبقى ايه اللي هيبقى كلكم زي بعض اللي بيفرق اللي بيطبق كلهم زي بعض ما تقنعنيش كونك وصلت للمكان ده فانت في ثانويه عامه جبت تقدير امتياز ما تقنعنيش حتى لو كنت بتغش تقول لي ازاي ايوه ما هو لو انت ما انتش فاهم حاجه هتغش غلط انت مش مذاكر بس عارف دي فين واجابتها الصح ايه فنقلت صح مش انت فاهم مش انت ذكي فكلك وصلت هنا الله يعني كلنا زي بعض امال بقى ازاي في واحد امتياز واحد جيد جدا وفي واحد بيشيل مواد الكلام ده جاست المعادله دي عارف يركز او لا عشان كده لو سمحت ركز حاجه ثانيه احنا نتفق على ميعاد اللي اتفقنا هنيجي فيه بالنسبه للموبايلات الموبايل بتاعي مقفل احتراما ليكم واحتراما للمكان واحتراما ليه حاجه اسمها الحرم الجامعي قيمه احنا هنا في حاجه اسمها الحرم الجامعي حرم جامعي يعني حاجة تحترم تقدس ناخد بالنا فالموبايل مفهوم طيب لو الموبايل رن 10 جنيه 10 جنيه حلو طيب هتروح فين 10 جنيه؟ ما عنديش مانع لو عايز تاكل تشرب ما عنديش مشكلة عايز تسأل في أي وقت لو سمحت بس من غير صوت ارفع إيدك بتوع الساينس برضه اللي هم بيدرسوا الناس تركز ازاي قال لك كل 20 دقيقه تقريبا انت محتاج تاخد بريك كده تفرفش عشان ترجع تاني
طيب مفيش حاجه اسمها واحد يبدا يذاكر 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 على طول، لازم كل شويه ما بين 20 40 دقيقه تفصل دقيقتين اتنين خمس دقائق وبعدين ترجع تاني 40 دقيقه وتقعد ساعه واخد بريك ما عارف تعمل ايه. تمام؟ فاذا لقيت حد بيتكلم في الوقت بتاع اللي فيه فهي ان هو هيدفع غرامه 5 جنيه. حلو والله. وفي احتمال يا اما اخد غرامه فلوس يا ادفعها درجات. لا فلوس طبعا ده لو فلوس بالدولار. طيب ها اتفقنا على العقد دوت، هنبدا دلوقتي ننفذ ولا هنخالف؟ ما شاء الله. جميل. المرجع اللي انا شغال منه اللي هو مشهور جدا هو هاي مونت انترنال كومبشن انجن فاندمنتالز، ده الكورس كونستراكشن والاوبجيكتيف زي ما انت شايف انك انت تتعرف على المحركات عموما وانواعها تصنيفها تعرف توصف محرك تشوف لما المحرك ده النوع ده كذا النوع ده كذا تقدر تعرف البرفورمانس بتاعه تفهم الفرق بين الهورس باور والتورك والكلام ده كله الافشنسي بتاعته الجيومتريك افشنسي يعني تبقى عارف هو المحرك ده اكشوال برفورمانس ازاي لو كان ايه ستاندرد سايكل او كان ستاندرد سايكل كان هيبقى ايه انت عارف اقصى احتمال للانجن لو واحد ده باع لك محرك يقول لك والله كفايه 60% تبقى عارف ان الكلام ده تخريف ولا الكلام ده حق. العلم هو الأداة اللي بتفصل ما بين الحق والباطل اللي بيها بتشوف الحق والباطل تقدر تميز بيه في مجال. فلما تكون في مجال المحركات بالعلم ده تقدر تقول الراجل ده بيتكلم صح ولا بيخرف. في مجال الطب لو انت بتتعلم حاجة معينة تقدر تفصل العيان ده فعلا محتاج عملية ولا الكلام ده مش حقيقي ده نصب وهكذا وهكذا بقية المجالات. طيب احنا عارفين بالترم عليه 20 درجة وال يعني دور سكاشن الحاجات دي عليها 5 درجات والامتحان فاينل عليه 75% في شهر. طيب تتوقع ايه الكونتنت بتاع النهارده؟ قبل ما نعمل الكونتنت تعالى نلعب ده وقت اللعب. فا ايه رايكم نلعب شويه؟ كان في لعبه زمان كده اسمها طلع الفنون. فانا عايز كل واحد يطلع ورقه وقلم ويقول لي ايه الفرق ما بين الشكلين. طيب على فكره تعال 10 9 8 7 هات لي اقصى فروق بين الشكلين دول. ستة خمسة ايه كمان؟ في حد ده شكل بيستو؟
شكل شكل سبارك بلاج. اه في هنا سبارك بلاج وهنا سبارك بلاج. هم دول زي بعض. لهم جيتس. عايز شويه. في تو جيتس في فولز بيستخدموا مع بعض. وهنا في فولز واحد بس جي بي اف ان ويتخزن. في هنا عندي فالف تمام وهنا في فالف خروج ودخول تمام. ايه تاني؟ الكرايب كيس هنا معزولة وهنا مش معزولة. ماشي ها. ايه كمان؟ ماشي. في تغيير في الشنابل. تغيير في الشنابل؟ شبه بعض. ماشي ها. اوكي طيب كويس. هدف القصة دي بس ان انتوا ايه؟ مركزين معايا يعني. طيب الكونتنت بتاعتنا هنتعرف الأول على الترمونولوجيز بتاعت الريتروكيتنج انجن. التو ستروك ايه فرق في المحرك؟ وحاجة اسمها الرير فايل. تو ستروك تايمينج، حاجة اسمها سكافنجينج بروسيس، حاجة اسمها كومن سكافنجينج ميثودز، والتو ستروك فرق ايه عن الفور ستروك انجن. طيب تعالى نبص على أول حاجة التكنولوجيا، احنا عندنا أي محرك بنبيعه ليه؟ عشان هو حلو، عشان هو حلو كويس عند ناس وجميل وكفاءة صح؟ المحرك انت بتشتريه ليه؟ بتيجي تجيب كده موبايل تجيبه ليه؟ عشان حلو وكفاءة وجميل صح ولا انا غلطان؟ بس خلاص كده خلاص المحطة بس ده كلام السوق يا باشمهندس ما ينفعش كلام المهندس ما ينفعش قول لي كده احنا ليه عايزين محرك؟ عايزين ايه من المحرك؟ ايه هي المواصفات اللي احنا عايزينها رقم واحد من المحرك؟ ورقم اثنين من المحرك، ما ينفعش تقول اثنين مطلع واحد. أنت مهندس. يا مهندس. أوف. ها. أول حاجة يا باشمهندس إيه؟ يديني ماكسيمم ورك. يديني يديني ورك؟ يعني أنت عايز من المحرك ورك. ها. ولا عايز باور؟ قدرة المحرك أه باور. عايز باور. أه. أنا فاهم إيه الفرق بين الباور والورك؟ ها؟ طيب. ده فرق؟ البرك مش كله هو الباور. ها يا شباب احنا عايزين ايه من المحرك؟ هو ايه الفرق؟ عايزين نشغل ايه مثلا؟ انقر شنطة اللي هي المشكلة كلها في التيم ده. الهدف اصلا من اي سيستم ثيرمودينامكس الاصل فيه انا متخيل طلع باور انه تطبيق بديل للاخ ده. الاخ ده بيحصل على طعام في صوره هيدروكربونز بيحرق. الاخ ده ما هوش ميت. الاخ ده عايش بدليل التيرمال انرجي الاول. كل القصه دي عشان الراجل ده يقدر ها يشتغل. وهيتنقل من جوع معين لشبع معين يعني هيروح كسيستم اهو بغض النظر بقى عن يو 1 ويو 2 الهدف اصلا حصوله على كيو ان عشان في الاخر يديني ورك شغل اه بس الباور بتاعت البني ادم بكام؟ الباور بكام؟ انت الباور بتاعتك بكام؟ هو انا بلعب في الصحن قبل كده مش عارف غريب قوي ده السؤال سؤال غريب اللي تشافه ايه؟ الباور بكام يا باشمهندس؟ طيب اسهل عليك شويه هو انا ينفع لوحدي اعمل شغلي مثلا اخد ارض كده واعمل لها فلاحه؟ ما هو مش هقدر اه هقدر بس عاوز تايم كبير جدا عشان الباور بتاعتي محدود طب والحل؟ طب ما نستعين باللي باور بتاعته اعلى، اه هنجيب ثيران هنجيب اه الباور بتاعته اكتر. طيب انا عايز اتنقل من مكان لمكان. ماشي امشي. فهروح من هنا لاسوان. بالايه؟ على الرجل. تاخد قد ايه ده؟ والمجهود قد ايه؟ وكام يوم؟ طب ما في حاجه اسمها حصان. طب حصان احسن ولا حمار؟ طب حصان احسن ولا ثيران؟ لا 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 خلي الثيران فين؟ في الزراعه وما يقدرش يتحمل مسافات طويله لكن اه رياضته كويسه كل حاجه لكن سرعته بطيئه
فهيشتغل معاه في الارض. فالانسان تحول من هو معتمد على الباور بتاعته الى انه محتاج حيوانات اليفه. نفس القصه اكل كيو ام عشان تديله الشغل كل شويه. ها عايز باور اعلى مبقتش نافعه لازم يروح لحاجه اعلى. بدا يدور على طاقه الرياح، بدا يدور على طاقات اخرى لغايه لما ربنا كرمه كده وجه في 1800 وواحد اسمه نيو كومنز فكر نعمل انجن. وبعدها طوروا جيمس واتس عمل الستيم انجن. ستيم انجن بدخل له حراره في البويلر عشان المكبس يروح ويجي ويديني باور. والفرق بين نيو كومنز والتاني انه كان عامله محرك سوين فبطيء، انما التاني خلاه حركه دورانية. لما خلاها حركة دورانية بقى في ستيم انجن. ايوه هو عايزه يعمل في الانجن ده ايه؟ عايز يبيعه. هيبيعه للناس اللي لهم ايه؟ اصله حلم، اصله كفاءة. هيبيعه بالايه؟ قدرة. بايه يعني؟ يقول لهم الباور حلوة بالايه؟ انت في 1800 دلوقتي، ما تعرفش حاجة عن اللي احنا فيه دلوقتي. هتقول لهم بقى بيعه لكم بالايه؟ فاضطر انه يخترع وحده يبيع بيه. جاب حصان وخلاه يشد وزن لمسافه معينه خلال تايم معين، وبالتالي حسب الشغل خلال التايم جاب منه طب حصان قوي شويه، حصان ضعيف شويه، ها لغايه لما جاب افريج فقدروا يوصفوا حاجه اسمها الهورس باور. فوصفوا الانجن بالهورس باور، نص هورس باور، واحد هورس باور على زمانهم طبعا، اثنين هورس باور، ثلاثة هورس باور في الكتير، تمام كده؟ وبدأ يبيعوا بال يبقى أول هدف من أهدافنا إن عشان المحرك ده يشتغل بيطلع الباور قد إيه؟ زمان كان الوقود ملوش تمن، ملوش أي معنى لغاية لما بدأنا دخلنا في اللي إحنا فيه دلوقتي. أنت عايز باور بس بفلوس كام؟ يعني لو قلت لك عربية دي هتاخدك بيها لإسكندرية وهتطولها مرتين اثنين، وعربية تانية هتروح بيها إسكندرية وهتطولها مرة واحدة، وعربية تالتة هتروح بيها اسكندرية تقولها أربع مرات. مين اللي الإفشنسي بتاعته أعلى؟ مين اللي أنت تحب تركبه؟ أكيد الأرض. إنك هتدفع فلوس كتير عشان تحقق نفس الباور. فبندور بعد ما خلاص حققنا الهدف الباور بندور على الإفشنسي. هل ده كفاية؟ الحالة إحنا بنتكلم في الجلوبال وورمنج والتلوث وي وي وي. فمحتاجين كمان نبص على الإميشن. هل المحرك ده بيسبب اميشن تلوث البيئه ولا شيء؟ اذا هم دول الثلاثه الحاليين بنبص عليهم واحنا بنبص على اي محرك. الباور بتاعته كام؟ وبالتالي كمان ممكن منها نعرف حاجه اسمها التور، حاجه ثانيه اللي هي efficiency، وحاجه كمان ثالثه اللي هو الاميشنز. دول اهم ثلاث قيم بندور عليهم واحنا بنوصف محرك او احنا بنشتري محرك. اي سؤال في الكلام ده؟ باور الانسان كام؟ ها؟ باور الانسان كام؟ وانت فرنج كام؟ ممكن تي ربع صح؟ باور 24 ده 24. السؤال بيقول لك الباور بتاع الانسان فرنج كام؟ ربع ربع صوت ربع هي ربع صوت كان الوقت حسب ربع طب حاول يا ربع كام؟ يعني بتتكلم فرنج 100 100 بتموت. طيب نيجي لي لو خدنا تشريح كده زي ما نروح كده في الطب ونعمل تشريح لي احد اعضائه. ادي المحرك زي ما انت شايف كده اهوت. انا عندي الجزء ده، ادي السلندر، زي ما انت شايف ادي الاسطوانه والمكبس، ها شنابر، البن، كونكتنج رود، الكرانك. في عندي هنا لو محرك ده محرك بنزين ففي عندي سبارك، لو محرك ديزل في عندي انجكشن او انجكتور، في عندي مدخل الانتيك مانيفولد، في عندي اكزوست مانيفولد، الماسوره اللي بتدخل لك الهواء والتشارج، وفي ماسوره بتخرج العادم، في عندي انتيك او ال فالف، في عندي اكزوست فالف. طبعا عشان نحرك الكلام ده محتاجين كمات، الكمه هي الشفط بتاعها هو اللي جواه كمان بيضغط على السوسته وتاني يفتح الفالف في توقيت معين ويقفله في توقيت اخر.
دي المفروض الترمينولوجي اللي انت عارفها في اي محل. لو بصيت كمان عندك حاجه اسمها الاسطوانه بنعرفها بالدايمتر او حاجه اسمها البور. لما بسمع كلمه بور مقصود بيها الدايمتر كده. وعندي حاجه اسمها كليرنس، المكبس بيتحرك مشوار والستروك ما يقدرش يوصل للتوب سنتر. ولا يوصل للتوب سنتر؟ لا بيوصل للتوب سنتر، لكن التوب سنتر ما هوش واصل للنهايه اللي هي الهيد. ما اقدرش اوصل للتوب سنتر بتاعي اصممه بحيث يوصل لغايه لما عندي اخبط في الهيد. ليه بقى؟ في مساحه. شفت العشوائيه؟ انتوا لا سمع حاجه ولا فهم حاجه. ماشي. ايه كمان تاني؟ ليه ما بنوصلش الكليرنس فوليوم ده لزيرو؟ عشان ايه؟ في خليط. خليط؟ اللي هو الهواء. مال ايه المشكلة؟ طيب وايه كمان؟ ممكن يحصل الفولف او السبارك ده. مال هو؟ ممكن يحصلهم لو هما مثلا لو واحد مفتوح او حاجة. لو الفالف علق، لو الفالف علق ما تدمرش الانجن. انت عايز تسيب مسافة. اللي انت بتقوله كلامك مظبوط، بس على فكرة كان ممكن اخلي الكيروس الا بترويد. لكن هي الفكرة كلها ان انا بسيب مكان لو الفالف باظ البيستون ما يخبطش فيه. حاجة تانية انا عارفها بعد ما احنا شغالين، المفروض ان عندي حاجة اسمها النوك. ما ينفعش اوصل الكمبريشن ريش بتاعتي لحد معين في محركات الجازولين، والا هيحصل عندي حاجة اسمها الصف. محرك من جوه هيبقى فيه عنده صف، فعشان كده محتاج الكيروس بويل. طيب عرفنا حاجه اسمها ال ها كومبريشن ريشيو. اسمع الكومبريشن ريشيو اللي هو اقصى فوليوم على اقل فوليوم، ماكسيمم فوليوم على مينيمم فوليوم. طيب الريشيو دي نعرفها بحاجه اسمها الكومبريشن ريشيو. ها من الرسمه كده ايه هي اقصى فوليوم؟ اللي هو الستروك مع الكليرنس. طب واقل حاجه؟ الكليرنس. جميل. عايزين ناخد نفس الكلام ده بقى ونروح بيه على حاجه اسمها تو ستروك. ادي مقطع جواه، ايه الجديد بقى؟ انا كده كده عندي اهو في هيد، ممكن يكون محل شغال جازولين يعني شغال سبارك ايجنيشن انجن، فانا عندي سبارك. لكن لو بصيت كده على المحرك ليه انتيك صح وليه اكزوست لكن في كمان شويه حاجات اخرى. بدل ما بقى عندي فالفز بقى عندي حاجه اسمها بورت، ثقوب، فتحات على الجنب. تاني ده عنده فالفز وانلت فالفز اكزوست فالفز، لا ده عنده بورت للدخول وبورت للخروج. كمان عندي لو انت شايف حاجه اسمها رير فالف وكران كيس داخل معايا في اللعبه. تاني كده باين؟ طيب الحقيقه
السؤال ده، هما ليه سموه تو ستروك؟ ليه مش فور ستروك؟ لانه تعال نبص هو الميكانيزم بيتم ازاي. تعال نتخيل انا عندي سايكل، السايكل دي هنبداها من لحظه الكومبشن، بقى عندي كومبشن يعني المكبس تقريبا فين؟ قرب التوكت سنتر. خلاص كده؟ طيب هو هيحصل انفجار، الانفجار ده هيبقى عنده نمبر اوف مولكيولز عاليه يعني ضغط كبير جدا، هيضغط على المكبس يعمل فيه ايه بقى؟ ها؟ ينزله. فاحنا في شوط الايه دلوقتي؟ شوط الباور. ده اول شوط احنا هنتكلم عليه اللي هو شوط الباور. عد معايا ادي 1 ستروك اهو. شوط الباور ده هيفضل معاك لغايه فين؟ لغايه لما المكبس ها يكشف البورت، لا الاكزوست. طب ما خلاص بقى عندي عادم، قبل كده كان محبوس كان بيضغط على البستون، دلوقتي لا ليه مسار تاني، ليه فتحه يهرب منها، هيكمل يضغط على المكبس ليه؟ خلاص يهرب من الاكزوست بورت. فيبقى شوط الباور الحقيقه اللي انا استفدت منه انتهى باللحظه اللي فيها البستون ها كشف الاكزوست بورت. طب بس هو مكمل لتحت، مكمل لتحت اه، وهو نازل بيعمل ايه بقى؟ في عنده انتيك او انلت بورت. ايه ده؟ يعني في فرق ما بين الليفل بتاع الاكزوست بورت وبتاع الانلت بورت، في فرق بينهم، هما مش قدام بعض. الاكزوست بورت هو اللي فوق والانلت بورت تحت، فالمكبس الاول وهو نازل هيكشف الاكزوست بورت الاول، وبعدين وهو نازل تاني يكشف مين؟ الانلت بورت. وهو نازل خد بالك، وهو نازل الكرانكس دي بالنسبه له ده فوليوم كان مقفول، والمكبس ظهره ظهر المكبس عمال يعمل ايه في الكرانكس؟ بيضغط. المكبس من فوق بيعمل اكسبانشن، لكن من تحته بيعمل ايه في الكرانكس؟ بيضغط. يقوم يزق الشحنه بتاعتي من الكرانك كيس الى حاجه اسمها ترانسفير بورت، اللي هي بتتوصل في الاخر بمين؟ بالانلت بورت، فتزق لي الشحنه عبر الانلت بورت. فاول ما المكبس يكشف الانلت بورت الغاز المضغوط ده الشحنه المضغوط تعمل ايه؟ تروح داخله جوه الاسطوانه، لكن للاسف الشحنه وهي داخله بتطلع من هتقابل مين جوه؟ اه لسه في عادم موجود مش هتقدر تخلص منه كله. ماشي. المكبس وصل فين دلوقتي؟ البوتوم ديد سنتر. ايه ده؟ يعني كل ده حصل في وان ستروك. باور كشفت اكزوست بورت، كشفت انلت بورت، شحنه دخلت لقت قدامها عادم. طب وبعدين؟ خد بالك ان المكبس ده عمال ليه حدافه فعمال يلف، فالمكبس ده هيكمل فين؟ يطلع لفوق بقى. أول حاجة هيعملها ها؟ هيقفل على الإنلت بورت. إيه ده يعني الإكزوست بورت لسه مفتوح؟ آه. يعني في شحنة ممكن يكون ده فيها بنزين وبتضغط آه، والشحنة بتاعتي في قدامها إكزوست يهرب منه آه. إيه ده يعني في شوية من الشحنة اللي فيهم بنزين هيهربوا آه. ايه ده؟ كل ده بيحصل اثناء ما انا بعمل ايه؟ ها؟ بتحرك من البوتوم ديد سنتر طالع للتوب ديد سنتر، بقفل الانلت بورت. للاسف في حبه من الشحنه بيهربوا في الاكزوست بورت. ها؟ هقفل على الاكزوست بورت. اه دي بدايه الايه بقى؟ بدايه الكومبريشن. قبل كده ما كانش بيعمل كومبريشن، كان مفتوح. ها؟ لما قفلت الاكزوست بورت المكبس لسه طالع لفوق، بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ بيعمل الكومبريشن. كومبريشن 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 لغايه اللحظه اللي فيها ها تعمل سبارك لو انت محرك بنزين، او لو محرك ديزل تعمل ايه؟ ها انجكشن. وصلت التوب ديد سنتر عملت الكومبشن، يبقى شوط كومبريشن وشوط باور. شوط الكومبريشن بقفل على ها انتيك بورت، بقفل على الاكزوست بورت، بعمل كومبريشن. ده وان ستروك. طب وانا نازل بعمل باور، بفتح الاكزوست بورت، بفتح الانتيك بورت. بفتح. هو السبب اللي خليني ان انا اختار الاكزوست بورت مش باور سنتر، لان هو عندي باور نص وعندي الفيلم بتاع الاكزوست وكل حاجه نص، عينك هو عندي نص طيب بس اه بتعمل ايه؟ غلابه. اخترعوني يعني. يرمي.
ايه رايك؟ سؤال وجيه، يقول لك ايه اللي زنقنا على كل ده؟ بجد والله ايه اللي زنقنا على التو ستروك؟ ومين اللي عمله؟ واحد انجليزي. ها؟ ليه عملوه بقى؟ هو موجود؟ موجود حاليا في الحياه موجود؟ موجود. طب والفور ستروك موجود؟ اكيد. والبنزين موجود؟ والديزل موجود؟ مش موجود؟ موجود. طب والديزل موجود؟ موجود. تقول رد؟ طب والغاز الطبيعي؟ موجود. طب وتسلا؟ تسلا يا راجل يا راجل. طب ومعنى وجود تسلا ان المحركات دي هتروح فين؟ مع الوقت هتقل جدا لحد ما تروح خالص. مع الوقت هتقل جدا لحد ما تختفي اصلا. يعني العربيات اللي في المستقبل كلها هتبقى كهرباء اصلا مفروض يعني. لان كان شفت السؤال شفت الاجابه بقول لك المحركات هيحصل فيها ايه؟ راح قال العربيات هتبقى كلها كهرباء. بقول لك محمود ساكن فين؟ قال الاتوبيس بيعدي من جنب الكليه. سالت على تسلا دكتور. هو مين قال ان الابلكيشن بتاع المحركات اونلي فور ترانسبورتيشن؟ مين قال ان المحركات وظيفتها بس تركب عربيه؟ الكلام ده صح. ولا بقول لك عربيات ديزل ولا بقول لك محرك ديزل؟ مش قال تسلا صحيح هو موتور ولا محرك؟ محرك. محرك. تمام. اللغه الالمانيه بيسموها موتور، لكن الحقيقه ان كلمه موتور كهرباء، انما انجن اللي هو محرك باللغه العربيه الفصحى ده محرك اللي هو ثيرمو دايناميك سايكل بيحول جزء من الهيت الى شوك. انا بدأت على السؤال بتاعك؟ لا. تاني ليه في تو ستروك؟ عشان ليه اليوم؟ لو انت عايز تعرف كمل معايا شغل السسبنس. ده الكلام اللي احنا قلناه من شويه. انا عندي شوط وانا نازل، ها بعمل ايه؟ بعمل اكسبانشن. خد بالك وانا بعمل اكسبانشن بضغط على الكرانك كيس بحضر الشحنه اللي في السايكل اللي جاي، ها بضغط عليها. لأول أول حاجة بتحصل عندي الإكزوست بورت، ها العادم يخرج. الإنلت بورت ينكشف يروح داخل، لقوا إن في مشكلة زي ما أنت قلت إن العادم موجود لسه وفي شحنة داخلة فالميكسنج مش كويس. طب نعمل إيه عشان نخلي الميكسنج ده يقل؟ مش عايزين يقل أقصى ما يمكن. وبعدين ها وصلنا للبوتوم سنتر، الشحنة بقت مضغوطة في الكرانك كيس، مشيت في الترانسفير بورت، راحت للإنلت بورت، لقيت الإنلت بورت مفتوح، راحت داخلة مندفعة ومالت الأسطوانة وعملت ميكس مع حبة من الإكزوست. نتيجة الاندفاع دوت حبة منهم للأسف بيخرجوا مع الإكزوست بورت. ها وبعدين ها ماك بس يطلع قفل الإنلت بورت. طب ما أنت بتضغط حبة فأنت بتساعد شوية من الشحنة اللي موجودة إنها كمان تخرج للأسف عبر الإكزوست بورت. ها قفلنا الاكزوست بورت، بدانا هنا الافكتيف ستروك. يعني في ستروك لكنه ما كانش افكتيف الا لما لحظه ما قفلت على الاكزوست بورت وببدا اعمل كومبريشن. واضح الفرق بينه وبين الفور ستروك؟ طيب نعدي لحاجه ثانيه، حاجه اسمها الرير فالف. اللي انت شايفه ده كده اهوت عباره عن حاجه في الكرانك كيس لما المكبس وهو طالع بيعمل ايه في الكرانك كيس؟ بيزود الفوليوم بتاعه ولا بيقلله؟ بيزوده. فيبدا الضغط اللي جواه يحصل فيه ايه؟ فيبدا يعمل ايه بقى؟ خلخله ما بين الاتموسفيرك وبين تحت الكرانك كيس. نستفاد من فرق الضغط ده انه ندخل شحنه جديده عبر حاجه اسمها الرير فالف يفتح لجوه. يوم يعدي لي الشحنه، الشحنه دي ممكن تكون اير في حاله الديزل او وقود وهواء في حاله البنزين، يعني بعد ما عدت الكربراتير اللي هو بيعمل ميكسنج ما بين الوقود والهواء. يعني الضغط لما بيقل هو بيفتح لوحده؟ فرق اللي بره اكبر من جوه فيزق ويفتح. هو شكل البيستون اللي هو في السلايد اللي فات لسه هنيجي للموضوع ده شويه. الدكتور لو سمحت ده الشكل الحقيقي لو بنبص عليه الشكل الرير باد لو شفنا الكربراتير. بص لي كده على المربع ده اهو شايفه؟ شايف الريشه ديت؟
شايف الريشه دي؟ شايفها ايه اللي هي باللون الذهبي كده تروح فاتحه والهواء يعدي منها او الشفا تعدي منها. واضح يا شباب؟ الرير فالف وظيفته ايه الرير في ده؟ رير فالف وظيفته ايه؟ انه هيعدي الشحنه من بره للكرانك كيس. امتى؟ مكبس فين؟ بيطلع لفوق. واضح؟ طب ضد الاسعار. هو يعني يحصلوا ايه لو الاكزوست فالف دوت عملوه تايم مثلا معين بحيث ان هو ما يعديش؟ انت مستعجل جاي لك في الكلام. وظفت اللي جاي مش المكبس طالع لفوق؟ يبقى الجول من تحت. متقاطعين؟ ادي الانيميشن بيقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط للتو ستروك. شايف؟ ها ترانسفير بورد خد من الكرانك كيس ها شحنه عن طريق الايه؟ سوري الفالف الريد فالف بياخد شحنه من بره الى الكرانك كيس عن طريق حاجه اسمها الريد فالف. انت شايف لازم اسمه الريد فالف. وبعدين الكرانك كيس يتعبى شحنه وانا لازم من فوق لتحت بعمل الباور ستروك بضغط على الكرانك كيس بزود الضغط بتاعه يروح ماشي ماشي حاجه اسمها ترانسفير بورد لغايه لما اصل للنقطه اللي هي فين؟ اهي 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 اللي هي فتحه البورت بتاع الانت بورت. تمام. يبدا يخش لي الشحنه يحصل لها ميكسنج شويه مع الاكزوست اللي بيطلع مع تمام كده؟ دكتور هو كده الانت زي الاكزوست بالظبط؟ نعم نفس ال ده انيميشن. تعالى نبص تاني على القصه دي. معلش يا دكتور هو اللي في الصورة هنا فين؟ هل بالنسبة لك كده الدنيا ماشية أكتر أو ضحك؟ طيب على إلى ستيبس؟ ها؟ host take compression ignition power. واضح؟ جميل. ثاني كده واضح الكلام؟ حاجة اسمها
init port وعندي exhaust port. فين دول بقى على الدايره؟ يعني لو قال الكرانك وهو بيلف، لو المكبس مربوطه بالسلك، يعني انا عندي النقطه ده هنا، لو طلع سنه شويه بيتحرك فين؟ اهو اهو، لغايه لما اوصل عند النقطه ده هنا، يعني الزاويه دي، شايف الزاويه دي؟ يبقى اتحركنا من القطب لغايه لما قطعنا الزاويه دي. اللحظه اللي عندها المكبس هيقفل الـ بورت. ده الـ بورت كلوز. واضح؟ مين؟ ها؟ المكبس هيكمل، هيجي عند اللحظه ده اهي. اهي، يبقى انا هكمل كمان اهو، عند الزاويه دي، ها؟ الاكسبوست بورت، ها؟ كلوز. امال اللي باقي بيعمل ايه ده؟ كومبريشن كومبريشن كومبريشن. او ممكن عند لحظه ما بعمل انجكشن او بعمل ستارت اوف كومبشن او السبارك بتاعتي تبقى هنا، ادي الزاويه دي لغايه فين؟ كومبشن كومبشن اوبن سنتر، او بعدين نازل يعني باور، انتهى الكومبشن كل ده بيلف مع الباور السابق لغايه فين؟ بعمل شو باور باور لغايه المكبس نازل عند الزاويه اللي هي اللي بتناظر الناحيه اللي كان اسمها اكسبوست بورت كلوز، هيبقى الناحيه اللي اسمها ايه بقى؟ اكسبوست بورت نارو اوبن، هينكشف. طب وبعدين نكمل نكمل عند الزاويه ده اهي، ده الانلت بورت اوبن. ده بيسموه التايمنج دايجرام ل البوستور. واضح الكلام يا شباب؟ طيب لو ببص على الكلام ده كبي في دايجرام، يعني ايه بي في دايجرام؟ لو هرسم الخط ده يمثل الفوليوم والخط ده يمثل البريشر، احنا شفنا يمكن بي في دايجرام معدول كده، لكن احنا قلبين مش فاهم. ادي نقطة سنتر، ادي نقطة سنتر، فين الضغط الجوي؟ اهو. فعند اللحظه اللي قفلنا فيها الاكس هوست بورت، المفروض ان انا كده وصلت لغايه فين؟ قال الضغط الجوي. اي عمليه او حركه للمكبس لفوق الافكتيف ستروك بيعمل ايه في الضغط؟ بيزيد 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 لغايه فين؟ عند اللحظه اللي هيحصل فيها عندي كومبشن، يبقى الضغط هيحصل زياده. الكومبشن هينتهي عند اللحظه ديت، بيعمل اكسبانشن في الضغط، عمال يقل مع الفوليوم، ضغط بيقل مع الفوليوم لغايه فين؟ لما اجي عندي الاكزوست بورت باله فتح، فيحصل مره واحده ضغط كبير ويلاقوا ده فتح، الضغط ينزل كده زي ستيب. طب وبعدين؟ نكمل. بعدين؟ في عندي الانت بورت فتح. طيب بعدين؟ يقوم كمل عندي السايكل، فده شكل السايكل كاكتشوال على البي في دايجرام. في فرق ما بين حاجه اسمها التايم دايجرام والبي في دايجرام، لو قلبتها كده هتشوف نفس التايمنج ده على البي في دايجرام. طيب عندنا مشكله انت كنت من الاول زعلان منها، ان في جزء من الشحنه بيتخلط مع العادم ويخرج. فبدأوا يعملوا حاجه اسمها نظام، حاجه اسمها سكافنجينج، اللي هو ازاي نعمل خليط اقل ما يمكن او امنع هذا الخليط. ففي عندي طرق كتيره جدا زي ما انت شايف، اشكال مختلفه من التصميمات كلها هدفها في الكول دي هدفها ايه؟ انها تقلل من الميكس. الطرق المشهوره، اول طريقه زي ما انت شفت في اول سلايد لما كنا بنعمل الفروقات، ان شكل المكبس غيروه. خلى شكل المكبس حاجه كده بالمنظر ده، مفتح كده بالمنظر ده، او واخد كيرفيتشر بالمنظر ده، عشان الهواء وهو داخل بدل ما يدخل يقابل العادم، لا يحصل له توجيه لفوق جوه الاسطوانه. بص هو داخل يطلع لفوق، يقوم يبعد عن العادم او يقل فرصه تواجده مع العادم، عشان خرج العادم الاول وهو يحصل بينه وبينه بعد كده اقل ميكسنج مود. فالطريقه دي بيسموها ايه؟ حاجه اسمها كروس فلو
او لوب فلو او يوني فلو، كل دول احد الطرق اللي انا بستخدمها. في عندي حاجه اسمها كروس سكافنجنج زي ما انت شايف كده، عندي فتحات جوه الاسطوانه، مش فتحه واحده بقى، فتحه واثنين وثلاثه واربعه بالمنظر ده، بحيث الفلو هو داخل يقابل شكل المكبس الغريب دوت وطالع لفوق، وبعدين يبدا تاني ينزل فريش اير، يعمل ميكسنج مع العادل ويزقه، تبتدي فرصه بتطول التايم عشان تخرج اكبر قدر من الشحن العادل، والشحنه الجديده ما تشوفش العادل كتير. طيب في طريقه ثانيه انك تعمل حاجه اسمها سويرب، يعني ايه؟ يعني تدخل الهواء وهو داخل بزوايا بحيث تعمل له ميكس دوران. طبعا الحاجه بتخش دايركت ولا حاجه بتعمل دوران؟ تعمل دوران سويرل، يعني هتاخد تايم ايه اكتر. كمان ليها ميزه ثانيه، ان الدوران ده بيعمل على جود ميكسنج ما بين الشحنه وبين الوقود، الهواء والوقود، خصوصا لو انا بتعامل مع ديزل. ليه؟ لان الديزل بيعمل انجكشن. طب وايه اللي يخلي الذرات دي تتبخر وتخلط مع الهواء؟ لما تعمل سويرل انت كده بتساعد على الجود ميكسنج ما بين الديزل وبين الهواء. المفروض السويرل ده في حاله الديزل هيقف على ما انا يعني اول مره هيضعف، انت بتقول لكنه موجود، يعني مش هيقف خالص لما اضغط لحد فوق بعد كده اعمل انجكشن. ها انا حطيت شويه، حطيت الوقود على عالي لما اعمل سويرل. لا الكلام ده كمان لو انت خدت بالك هتلاقي ان هو مركب عنده في انواع. حد سالني مش كان في تعارض في فالف، ممكن نعمل فالف تو ستروك، فالف واحد بتاع الاكزوست، يعني نعمل كامل عمود كامات ونعمل فالف ونخرج العدل من فين؟ من فوق، عشان اللي انت بتقوله ده ما نديش فرصه لفريش اير او فريش تشارج انها تعمل ميكس مع العدل. بالعكس وهي داخله بتعمل سويل بتزقه بيطلع هو كمان من ايه؟ من فوق. تمام كده؟ طيب خلينا نتكلم في القصه دي بعد ما خلاص نخلص، عشان بس انا خايف حد يخش عليا. خلاص. اوكي؟ طيب انا كده عندنا ثلاث انواع من الكومن سكافنجنج في طرق كتيره لكن اشهرها. اما انك تعمل حاجه اسمها ديفليكشن للبيستون، تخلي شكل البيستون معوج او واخد كيرفتشر كده، او حاجه اسمها كروس فلو مع الكيرفتشر بتاع البيستون، او انك تعمل حاجه اسمها لوب فلو، او حاجه اسمها لوني فلو في سويرف. الحالة دي بيبقى عندي فالف فوق الهيد بتاع الاكزوست عشان نتخلص من العادم. كل هدف من القصص دي انك تقلل فرص الميكس، بتطول التايم بتاع الشحنه الجديده وبتزود الفرصه ان العادم يخرج من غير ما يختلط بالشحنه الجديده. دكتور معنى الكلام ان انا بدي العادم وقت اكبر ان هو يطلع قبل ما الشحنه الثانيه تدخل. بالظبط. او تطول مسار الشحنه الجديده عشان ما تلحقش توصل كده كده بيصلوا بس اقل من الوقت. طيب لو جينا بصينا على التطبيقات، الباشمهندس كان بيسال سؤال كنت هتعجيه، انت ممكن يكون عندك محرك الموتوسيكل. خد بالك ان احنا عايزين حاجه اسمها في المحركات الباور تو ويت ريشيو. طبعا انتوا كلكم شفتوا الطياره اللي هي شغاله بالستيم انجن، شفتوها دي ولا مش شفتوها؟ ليه مش عارف الفيل ابو تنزل مات؟ مش في فيل تنزل تنزل مات؟ فيل تنزل مات لو لا تخرج قبل ان تكون زعلان ظلمه واحد. ليه بقى ما فيش طياره شغاله بستيم انجن؟ عشان ستيم انجن لان الباور تو ويت ريشيو ضعيف، وزن كبير. اه باور بس وزن كبير جدا. تخيل محطه الكهرباء دي طلع بكذا ميجا، اقسم بقى الميجا على وزنها اطلع ريشيو صغير، مع ان كفاءتها عاليه توصل 40%، اعملها كومباين سايكل توصل 60%، لكن هينفع تحطها في طياره؟ لان انا عايز طياره ايه؟ اقل وزن واعلى باور. طب ما انت خدت حاجه اسمها جاست تربين. جاست تربين احد محركات الانترنال كومباشن انجن. الانترنال كومباشن انجن منه جاست تربين. حلو. طب والباور تو ويت ريشيو اخبارها ايه في جاست تربين؟ اه كومباكت سايز، وزن قليل وباور عاليه جدا. مع ان الافشنسي كام؟ 17 15 يوم ما معظم 20. ايه ده؟ يعني انا بضحي ايوه، لان انا هدفي ايه دلوقتي؟
عايز باور تو ويت ريشيو. قبل الجاست تربين ما تخترع وفي كده شغل بيها ان انا ممكن اشغلها في طياره واصغر حجمها وي كان قبلها شغال في الطيارات مين والحرب العالميه الاولى والثانيه ها كان معظم المحركات كانت ايه هي اللي بتقوم بالدور بتاع ها الطيران يعني كان الطيران معتمد على التو ستروك انجنز لانه باور تو ويت ريشيو اقل انا ما يهمنيش الافشنسي قد ما يهمني الباور تو ويت ريشيو. فمحرك الموتوسيكل خفيف الوزن سهل انك تعمل له كولينج وبالتالي الكوست بتاعه قليل فالموتوسيكل ثمنه معقول. لو جبت محرك فور ستروك للموتوسيكل هتلاقي ثمن الموتوسيكل ده غالي مش رخيص. طيب الحقيقه ان المحركات واخده من سكيل صغير جدا لاكبر سكيل. اكبر محرك في العالم الحقيقه ان هو تو ستروك. وهستغرب طب وازاي تو ستروك؟ هو انت لو بتستخدم المحرك ده ديزل انجن ديزل انجن فاللي بيهرب منك شحنه عباره عن ايه؟ هواء. هيبقى خايف على ايه وزعلان على ايه؟ مش قصه. الحاجه الثانيه انه انت حصلت على باور كل ايه؟ كل لفه. في الفور ستروك انت بتحصل على صوت باور كل طيب خد بالك ان انت محتاج تخزن في الحدافه في شروط الانتيك والاكزوست والسكشن صح؟ في الفور ستروك عايز تخزن باور في الحدافه بتبقى الفور ستروك مالها؟ كبير. انما التو ستروك مقارنه نفس الباور نفس السايز لا الحدافه بتاعته هتبقى اقل انا بقى عندي شوط واحد بس ولا اخزن فيه الشوط التاني هيجيني اصلا باور. فكثيوريتيكال المحرك التو ستروك الباور بتاعت التو ستروك المفروض مالها بتساوي اثنين الباور بتاعت الفور ستروك. سيم سايز ده ثيوريتيكال. اكشولي بقى تقريبا كام؟ واحد ونص. طب وليه الفرق ده نتيجه ايه؟ نتيجه ده الليكج اللي عندك ستيل الباور بتاعت التو ستروك اكبر من الفور ستروك فور سيم سايز فور سيم سي سي. واضح الكلام؟ عرفت بقى ليه؟ سر في تجيب التو ستروك؟ اي اسئله في القصه ديت؟ طيب تاني ادي الفرق ما بين التو ستروك كانيميشن والفور ستروك كتشريح اهو. عندي شوطين اثنين شوط عباره عن الباور بيحصل فيه الاكزوست بورت بينكشف والانتيك بينكشف وانا طالع بقفل الانتيك بورت اكزوست بورت تخش لي قبلها الشحنه شحنه المفروضها بايه؟ بزيت. الشحنه ديت محتاج اعمل لها طريقه ما سكافنجنج عشان ادخلها من غير ما تعمل ميكسنج كتير مع العازل عشان احسن من الكيلومتريك افشنسي واحسن من الكومبشن واحسن من الافشنسي بتاعت السايكل. خد بالك ان انا هعمل كولينج للمحرك ده كل قد ايه؟ دايما ثيرمو دايما سايكل لازم اعمل كولينج ها. فزي ما الباور عالية برضك الكولينج اخباره ايه؟ باور الكولينج اللي انت محتاجه لازم يكون عالي تمام كده؟ طيب الفور ستروك عندك شوط انتيك اقفل على الشحنه اعمل لها كومبريشن ها شوط باور بعد كده تخلص من العالي محتاج لفتين اثنين اربعه اشواط عشان اوصل ل 1 شوط في باور. انما هنا طلوع ونزول لفه واحده ادتني باور. هنا محتاج عمود كمان هناك مفيش عمود كمان. بص على النمبر اوف بارتس عدد البارتس الموجوده فين اقل؟ جاست تربين تو ستروك فور ستروك تو ستروك جاست تربين اقل حركة الطيارة جاست تربين البارتس بتاعتك اقل بالتالي الصيانه اسهل تمام كده؟ تاني تو ستروك مستو على الفور ستروك ان عدد البارتس مالها اقل فلما اجي اشغله في توليد الكهرباء يبقى لازم يكون بنزين ولا ديزل؟ ديزل. لان الشغل بتاعتي عباره عن ايه؟ هواء. مش زعلان عليه. وبالتالي الباور بتاعته عالي. وبالتالي هحصل على محصله، خد بالك ببيع الكهرباء ديت واحصل بيها على فلوس. اذا المحركات الديزل مش هتنتهي، محركات البنزين غالبا هي اللي ممكن نقول فيها كلام، لكن محركات الديزل او الغاز لو بتستخدم غاز طبيعي هتستمر ومينلي الابلكيشن بتاعها هو توليد الكهرباء. تسلا عايز كهرباء هجيبها منين؟ ده السؤال. تمام؟ الحاجه الثانيه
انه ممكن استخدمها في المارين، يعني استخدمها في محرك شغال مع سفن. تمام كده؟ ها اي اسئله يا شباب في موضوع التوسترو؟ حد لي اي سؤال في موضوع التوسترو؟ تمام. ها ديزي. اي اسئله يا شباب؟ طيب لو بنقارن ما بين السايكل ها تو ستروك وفور ستروك، ها خد بالك بنكمل في 4 ستروك منين ريفوليوشن في تاني، يعني هنا 1 ريفوليوشن و 2 ستروك في التو ستروك. ها انجن الباور قلنا بنحصل على 1 باور كل لفتين، لما هنا بتحصل على 1 باور في اللفه الواحده اللي هي 1 سايكل. حاجه كمان ثانيه الثيرمال افشنسي، طبعا الفور ستروك احسن. ليه؟ انت بتتحكم في كل بوست لوحدها، لما انت عندك هنا ليكج كتير فللاسف الافشنسي مش عاليه. نفس الكلام الفيرومتريك افشنسي، انا اقدر املى المحرك بتاع الفور ستروك كويس بهواء كتير. طب انت عايز تملاه هواء كتير ليه؟ ما هو لما انا هملاه هواء كتير هقدر املاه وقود مناظر ليه، يقوم اعمل كومبشن اكتر ونطلع باور اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي محرك للتبسيط، يعني المحرك ده محتاج اير تفور ريشيو ها 15 لكام؟ لواحد. لو قدرت ادخل 15 جرام فانا هقدر احرق كام؟ فهيطلع لي باور صح؟ لكن لو قدرت ادخل 30 جرام هواء انا اقدر ادخل كام وجود دلوقتي؟ لنفس السايز لنفس الانجن هطلع باور ايه؟ نعم. يبقى باور تو ويت ريشيو احسن. دي بنسميها البولومتريك افشنسي، كل ما كان المحرك ليه بولومتريك افشنسي كبيره، يعني هواء دخل هواء كتير، كل ما انا اقدر اطلع باور اعلى. طبعا تو ستروك عيبه ها؟ ان انا في عندي ايه؟ ليكج. طيب بالتالي البولومتريك افشنسي اقل. محتاج فلاي ويل طبعا في الفور ستروك اكبر، قلنا ليه؟ التو ستروك اقل. لوبريكيشن في الديزل سوري في الفور ستروك مفيش مشكله، لكن هنا كل شويه انت عمال تدخل شويه من الزيت جوه الكومبشن، بالتالي في عندك هدم في الزيت عشان كده محتاج زيت اكتر. لوبريكيشن مفيش فالف ميكانيزم في التو ستروك، لكن انت عندك فالف ميكانيزم اكيد لازم يكون موجود في الفور ستروك. الكوست طبعا بارتس اقل ماس برودكشن اكتر، بالتالي المبيعات اعلى بالتالي التكلفه بتاعته اقل. نشر كوست في حد ما سالنيش ايه السؤال بقى اللي محدش سالني؟ انت عايز تقنعني ان المحرك الكبير دوت اللي هو اضخم محرك في العالم اللي هو تو ستروك ده بيعتمد على المكبس وهو نازل في انه يضغط الكرانك كيس ويدخل هواء للتشمبر بالطريقه ديت؟ لا، المحركات الصغيره هي اللي بنعتمد فيها على حكايه الرير فالف وبنعتمد على الكرانك كيس، لان احنا بنتكلم عن ضغوط صغيره قربت، لكن المحركات الكبيره لا، لازم يكون عندك بلو في عندك كومبريسور بياخد الهواء ويدخله للانلت بورت اندر فورس بريشر، يعني فورس يعني انت جايب كومبريسور بيدخل الهواء بغصب يعني قوه تمام جوه الاستور. طيب ما هو الكومبريسور ده يحتاج باور، ايوه ما هو انت مظبطه بحيث انك تخلي الباور دي العائد منه لما بتدخل المحرك تشارج يعني مضغوط اكتر ها يبقى كميه الهواء ايه؟ هتزيد اقدر احرق وقود او ما اغطي الباور المطلوبه للكومبريسور. واضح الكلام؟ اشمعنى عشان اشمعنى ليه؟ ليه ما ينفعش بس على والله انت عندك سيك جرب تعمل فيه كده. ما انا بسالك اهو تعالى اعمل في الحجم الصغير. مش انت عايز تعمل في الحجم الصغير كده؟ لا انا عايز اعمل في الحجم الكبير. عايز تخلي المكبس هو نازل. طيب لما يكون عندك حجم كبير يعني الوزن كبير، طب الانرشيا كبير، يبقى السرعه قليله لازم تكون يعني ممكن تلاقي انه بيلف 90 لفه في الدقيقه، مش بقى 11000 والسكه الصغير ده 11000 لفه. متخيل الفرق؟ فما عندكش وقت الليكج، عندك وقت كويس انه يضغط ويعمل، انما الكبير ده طبعا كبير جدا، قبل ما تعمل القصه دي مش محتاج. انت محتاج
كومبريسور. طب لو عملنا القصه دي بقى في تو ستروك بدنا له بقى فلور بس هتحط وزن، انت بتدور على سكيل وزن اقل او باور تو ويت ريشيو اقل، ممكن تعملها تربو تشارجر او سوبر تشارجر، لكن بقول لك انت كده هتزود الوزن بتاعك هتزود باور. اي اسئله يا شباب؟ هو انا مش فاهم ليه انا محتاج تزيد في التو ستروك السلندر ومش محتاجه في لا انت كده كده محتاج تزيد، لكن في جزء من التزييد بيروح مع الشحنه غصب عنك يخش جوه، لانك انت استخدمت الكران كيس اللي فيها الزيت. لا تو ستروك فول ستروك لا هي هتطلع مفيش قصه دي، هو جاي لك من فوق بعيد عن الجزء الكران مش عارف الزيت. الجزء اللي بيروح منك في التو ستروك مع الشحنه بينقص مع الوقت. انا هزعل لو قدام المايك كده انا نفسي اديها يعني كده عايز يا دكتور مني يعني اني احسن التو ستروك ولا الفور ستروك؟ ايوه ثقافه الاحسن. قلت اسالك سؤال ده، هو انت لما بتيجي تتجوز بتسميه حسيني ولا نسيبي؟ الثقافه بتاعتنا فيها كارثه كبيره حاليا، بندور على الاحسن، احسن عربيه، احسن موبايل، احسن احسن احسن. This is not has not limit، ملهاش نهايه. احسن ده ايه اللي هو فيه الاخر؟ ما اعرفش. دور على الانسب لك. العربيه اللي راكبها مناسبه لمصاريفي وحياتي. الجوازه اللي متجوزها مناسبه ليا، المدرسه دي مناسبه ليا، الكليه دي، الوظيفه دي مناسبه ليا. الجوب ديسكريبشن مناسب ليا، دور على الانسب. فاختيارك للمحرك مناسب للتطبيق. ها اي اسئله يا شباب؟ اسكت شويه. كل واحدة بالريك بتاعتها. لو انت بقى هتزود عدد الاسطوانات ما قلنا مش هينفع بقى القصه دي، يبقى انت اكيد عندك كومبريسور. الانجن حجمه كام زي ما انت بتقول، خلاص دخلنا في مرحله ان عندك بلور وعندك كومبريسور. الحركه اللي عندك، الموتوسيكل اللي عندك في كام اسطوانات؟ واحد. يا شباب انا خلصت اللي عندي في اللي جاي ده كله اسئله، حد عنده سؤال؟ دلوقتي عندي في الفول ستروك انجن في العربيه مثلا بحط اربع سنوات عشان ما تحصلش فلكتويشن، عشان كل لما يبقى الثلاث محركات واخد ستاند باي يبقى في واحد بيدي باور. بالنسبه بقى للفول ستروك بيبقى عندي برضه اثنين ولا مش كده؟ قصه فلاي ويل شيل الفلكتويشن ده هي فلاي ويل. في محركات دلوقتي فول ستروك بس في سلند اه كتير، اللعبه كلها بتعمل بالانس كده كده في امبالانس ان هو الحركه بتاعته مش ثابته على سرعه معينه، لكن بنلعبها بايه؟ بتثيره في ماشين بتعمل فايبر. طب انا كده حركه التو ستروك وان سلندر فايبر شكلها مختلف كبير. عندك تو لو انت قصدك على نفس القصه الافكت يعني اه هتحتاج التو يعني لو انا بتكلم اربع اسطوانات بيعملوا كفر ده. طيب نفس الكلام في التو ستروك عايز اسطوانتين على الاقل عشان تعمل نفس بس كده ولا كده عندك فايبر وعندك فايبر. ايه الفرق بين التربو والبلاور؟ بس التو البلور او السوبر تشارجنج ده معناه ان انا عندي جهاز اسمه كومبريسور او بلور بيتوصل بجير او بسير على الكرانك شافت. انما التربو حاجه ثانيه، التربو ده معناه ان انا عندي اكزوست خارج ضغط يعني شغال تربينه. التربينه دي بتطلع شغل، الشغل ده على نفس الشافت تركب تربينه زي الجاستر بارت خلاص. حلو الهواء اللي جاي ده هيعدي على الكومبريسور يتضغط نتيجه الشافت عمال ايه؟ الكومبريسور ده عمال ايه؟ يضغط. اخد الهواء المضغوط ده ادخله الاسطوانه، فده اسمه تربو شارج. عندي تربينه وكومبريسور على شافت واحد، العادي رايح للتربينه والانتيك رايح للكومبريسور ومنه للانتيك. ده اسمه تربو شارج. سوبر شارجنج او بلور معناه ان انا عندي جهاز بلور او كومبريسور. الفرق بين بلور وكومبريسور ايه؟ الفلوريت كام والضغط كام؟ كومبريسور كلمه كومبريسور معناها ضغوط عالي فلوريت قليل. بنتكلم على لور معناها ضغوط قليله فرق يعني مش كبير بس مش عاليه، لكن الفلوريت عاليه. ديبندز انت شغال على انهي سكيل من المحركات. يعني لو ركبت سوبر تشارجر او لور نسبه البنزين هتزيد اللي انا بدفعها. هزود بنزين عشان الباور هتزيد. تمام. فالافشنسي تقريبا هي. انما لو التربو لكن الباور هزود. انما لو التربو نفس الكلام. هزود برضه ال تربو مش يعني مش هاخد الاكزوست بس ولا شيء. لو زودت اير لازم تزود. الاحسن نحط الاثنين مع بعض ولا ده لوحده وده لوحده؟ نحط تربو مع باور ولا تربو مش اسمها كده، هو تربو مع كومبريسور حاجه واحده. يا اما انت مشغل
كومبريسور. هتشوف ايه بقول لك ايه مرسيدس كومبريسور دي معناها ايه؟ واقف كومبريسور بيضغط الهواء مفيش تربيه مفيش تربيه. طب الهواء داخل السلندر لازم يكون سخن ولا بارد عادي ولا مسخن؟ شو بي بارد لان انت عايز كثافه عاليه. كثافه عاليه معناها درجه حراره قليله ولا عاليه؟ قليله. ضغط عالي فلما تيجي تعمل كومبريشن ضغط بنزين تمبريتشر بيتفوق. فالحل نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها افتر كولينج يعني بعد الكومبريسور نعمل كولينج نقوم نبرد حافظنا على الضغط العالي وقللنا التمبريتشر بالشحن ضغطها كويس درجه قليله بس بتاعها. يا ريت لو انت مش عايز تسمع المحاضره المحاضره خلصت ممكن يعني لو انت هتسال اسم نسمع بعض في الفوست ليه مثلا اعمل 8 سلندر ولا ممكن اعمل 4 وادي نفس الفوليوم في واحد وصل ل 20 سلندر اه في يوم 4 وادي نفس الفوليوم بتاع ال 8 او بتاع ال 12 التصميمات مختلفة يعني الرينج مختلف تبين على سبعين وسبعين ايه هو هتعمل بيه ايه هل هو طبعا خد بالك كل ما بتعمل ده اونلاين مشكلة شفت كل ده هتعمل بالانس عليه ازاي كل اللي بيخليه كومباكت تعمله فيه في منه كمان على فكرة كده وكده يعني زي اخطبوط بس شوية ينفع في عندك الموتوسيكل بتاع البوليس فور ستروك في انواع موتوسيكلات بيبقى تو سلندرز عادي اربعة سلندرز فور ستروك مشكلة يعني كل كان كيس معزول عن التاني فور ستروك لما يزاكم عشان افشنسي اعلى ستابيليتي اكتر لو تحطه في عربي في محرك عام سيارة يعني فور ستروك بيقاط مختلفة يعني الهدر اللي فيه اقل. تاني حاجة لو بنتكلم على محركات مالي بنزين انت في بنزين عايز ايه؟ عايز توفر ولا انت هدفك الباور؟ رفاهية انزل للمحركات اللي هي شغالة في حد بيستخدم بنزين حركة فور ستروك بنزين وشغال كهرباء. في سؤال في البي بي نعم شوف عدلي افشنسي بي في دايجرام بي في ايوه هي اساسا